دولة كون تبقى غير سكنات اجتماعية معناتها شعب فقير معناتها شعب ما يخدمش. كاين بلي كان سكن اجتماعي ونعطيه لكم ما نعطيكش منصب العمل وغدو ما تغيش تسلك الواي وكي تحلى السونسور اون بان الدولة تقول لك ما نخدموش راكم ما تسلكوش للواي وكي حاشاك ما تكسر كاناليزاسيون والله يقول لك دبر راسك ما تسلكوش لي شارج والباطي ما خامجه باسكو ما كانش كونسييرج ما كانش اللي يسلك لا فام دو ميناج ما كانش كلش مرتبط بالعمل وبالتسيير المالي للبنوك لانه البنوك هي اللي تستثمر يعني هي اللي كانفيستي في الموبيليا برك من بعد لي طايب افوار ان بوليتيك مثلا كاين كيما نقولوا حنا لي زوفيس اشالام هنايا في فرنسا سي دي سوسيتي ميكس فيهم الدوله فيهم البريفي و ويخدموا مع بعض دونك دي لواي موديري باسكو علاه الدوله كيما لا كاس دي ديبو اي كونسيناسيون مقدمه لا غارونتي تاعها باغ اكزومبل ان بروموتور لازم الدار تسلك فيها 25 سنه مع لي زاشالام سي 40 سنه. شوفوا جماعه ما كانش مشكل في الحقيقه ما كانش مشكل في بلاد كيما الجزائر عندنا ازمه رجال في الحكم عندنا ازمه رجال في الحكم لازم الجزائر يحكموها اولادها المشاكل بكل تتحل رانا غير 45 مليون رئيس البارح قال لكم نزيدوا ب 800 الف في العام يا ودي ان شاء الله نزيدوا ب 2 ملايين في العام انا مدى بيا الجزائر 2024 نكونوا 700 مليون اي قوه يعود عندي ان مارشي انترن تاع 700 مليون حط الناس تاع التسيير برك تعود لا كرواسونس انترن لا شين والكوفيد وتغلق العالم دارت جو كرو 3 ولا 5% دو كرواسونس نهار حلت الطيران غير الطيران انترن نتاعها دارت كرو 20% دو كرواسونس او الفنيان اللي يقول لك ما نسحقش الاولاد اللي حاط رجليه في حجره اللي يقول ما نسحقش الاولاد بصح على فحل الراجل اللي فحل اللي يخدم برا وعنده المحلات ومداير تجاره ومداير فلاحه يسحق الاولاد باش يهزوا المال تاعو حنا مسحقين الاولاد باش يهزوا البلاد يقول 800 الف كيف عندي 50 مليون انا نقول لك يسحق 200 مليون 700 مليون غير واش ما يبكيو على الاولاد شنو ما يبكيو على الاولاد شراشين مليار وهربا غاشي عم يبكيو على الاولاد الأوروب تبكي على الأولاد ويجي هو يقول لك 50 مليون ما خلينا قلت لكم احنا نولي بوليتيكي في الهضره تاعي نولي مهذب جيسي عندي 4 سنين وانا نتبع فيك صراحه برنامج قوي جدا معك تحيه الجزائر تحيه الجبهه وي في فادو حاضر من فاندو تحيه الجبهه جبهه القوى الحيه فرون دي فورس ليف صافي تو دير القوى الحيه يعني المواطنين الجزائريين اللي نفوسهم حيه وعقولهم حيه والضمائر تاعهم حيه حمزه مازالين صالح مانيتي قال لكم بوست 3 4 لوجمون فاكون كالي فو فير بور سي بيرسون اولا دوك نجاوبك انا نحترم مبدا الملكيه في العالم بكل لانه مبدا الملكيه من اساس تنظيم المجتمعات لكن نداوهم لوجمون سوسيو نخلي له وحده نحيلو ثلاثه بصح لكن ملك شراء وش ندير انا نخلق قوانين تنظيميه تشجع هاد الناس انها تدخل في لو بارك بريفي دو لوكاسيون صافي دير يوليو دي بايور كيما حنا هنا في فرنسا تكري عند بريفي ولا عند الدوله عند كلاد ما عند كي تعود ماكش قادر وما اوكان بروبليم بصح نضمن له القوانين اللي تسمح له انه يكري الدار نتاعو بكل نزاهه وما كان له الانسان يسلك عام دافونس باسكو القانون يحميه يسلك الشوره نتاعو كيما يسلكش يخرج سي تو جون كوراج لي بروبريتير اللي عندهم بلوس الوي بالك نقولوا باغ اكزومبل مرحله اولى باش تدخل ثقافه هذه لا لوكاسيون مثلا نقول لهم تكري الدار تاعك ما تسلكش عليها الضرائب مدخول منها كل حلال برك نزيد نشجع نخلق منحه لي كوبل بيان سور لي لواي يجيهم غالي مليون مليون ونص عند لا بي ال كيما لا بي ال هنا نعطيهم لا بي ال انا باش يقدروا يكريو في البريفي ولا بي ال هذه لورغانيزم سوسيال هذا اي بو غارونتي اون بري دي بايور بريفي قال جو دون اون غارونتي بيان سور نحيها سو فورم داسيونس للكليون تاعي هناك يسلك جي با 50 الف اسيونس في العام ولا دونك يا دي ميكانيزم ا ميتر ان بلاس فينانسيي اونتر لي اسيونس لي ري اسيونس لي بانك لو سيتويان كوم كونسوماتور اي لا سوسيتي واي بالعربي ان شاء الله نسوم توس ليسبوار دو لالجيري انا نتوما اي واحد اي واحد حيا فيه الروح الوطنيه ويشوف على بالو فهم بلي الجزائر هذه ما عندهاش مشاكل في الحقيقه المشاكل تاعنا خلقوا من الاستعمار اللي مازال لحد الان مسيطر على الجزائر الشعب اللي فهم بلي 62 اكتوبر جامي استقلت الجزائر اللي فهم هذه قادر يقاوم اللي ما فهمش لا غالب انت راديكالي لا يمكن ان تنجح في مشروعك المحلل
أسماء الغزاوي، أنا راديكالي لا يمكن أن تنجح في مشروعك. وي ومن بعد أو ما عندي مشروع ما نجحش لي البروبليم، لا هني طنطايش برا، جو في تري بيان الحمد لله مالغري مغير مي جو في تري بيان. كيل سون فو بروبو اف في ريغاردون نو فيف ا لتانجي دانفستير ان الجيري كوم لاغريكولتور. كيل سون فو بروبو مي بروبوزيسيون اف في. شوفوا يا بلو دالجيريان فيفون ا لتانجي و الجيريان فيفون ا لانتيريور. كاين دي الجيريان يجي واحد مستثمر مثلا عايش في الخارج ببالكون مفتوحين، قال لكم البارح جيسبر يصدق في القول نتاعو، جيسبر نتمني، قال حاجه مليحه البارح، قال الناس اللي حابه تخدم الزيت والسكر يجيب 10%، البنك يعطيه 90%، انا نجيب 10% باش نديروا زين تاع الزيت. هاي جو مي او ديفي، انا نجيب 10%، ماشي رحمن يجيبها، جروب نتاع مهاجرين جزائريين لموا 10% ونجيبوا الشركه اللي تعرف تغرس التورنوسول وتجيب لنا التقنيات نتاعها ونغرسوا التورنوسول ونغرسوه في الصحراء وننتجوا الزيت ونكفيوا الجزائر ونكسبورتيو. اي لي تورتو دو تورنوسول، يعني باش يفهموا الناس، لما نرحيو الزيت هذاك نخرجوا الزيت تاع عباد الشمس هذاك من بعد الزبل حاشاك اللي يبقى لي تورتو يسميهم يسوى 538 يورو لا طن، 538 يورو الطن، 7 بقريب 600 دولار الطن، ويصلح لتغذيه المواشي. هاي جافو ميو ديفي، هاي قدام الشعب الجزائري بكره، والله غير نجيبو 20% جزائريه بحته ونجيبو توت لا تكنيسيتي، اعطيونا نتوما 80% واعطيونا لي تاع وين نغرسو عباد الشمس اون كونسيسيون وخليونا نخدمو. جافو ميو ديفي. والسكر قال باري، قال حاجه مليحه بصح على بالنا اسرا ان ابليكابل، لونساو لابيل دوفر تاع 1000 ميجاوات، لابيل دوفر جامي مشى جامي يمشي. سؤال يطرح علاه اون بليس لابيل دوفر كيفاه دارو؟ اوب 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 دو سكوند سير فيسبوك سينا راح تسوق. هاي سي بون حكت عليه. لابيل دوفر كيفاه دارو؟ يعني الشركات الاجنبيه اللي تجي هي اللي تحط دراهمها ولا تكنيك نتاعها وتسلك بالتيربولات من الاكسبلوطاسيون، وجاو شركات وحطوا. هذه هي قضيه بين الحقيقه والخيال، تو سامبلومون عندي انا هذه هي الحقيقه بين الحقيقه والخيال. الوغ فتحي لا ابلي، الياس لا ابلي، شكون اللي عيط قبل الاخر؟ كوبي الياس باش نشوف شكون اللي عيط الاول. تك 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 تك، الياس هو الاول. الياس دونك لاغريكولتور يا توت افير اون اغريكولتور، وفي قل من عامين بصح هذاك دي بارتناريا اترونجي ماشي عندنا على سافوار فير على تكنيك.